متى ينفعك الاستغفار؟ متى ينفعك الاستغفار؟ يقول مولى عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. شفت وين؟ ويقول مولى عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم. شو يعني أنيبوا؟ توبوا. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وأنيبوا، توبوا. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هنا تأتي المغفرة. عندما نزلت بوست وقلت: إن كنت تظن إنك تحت البلاء فعليك بالصبر، وأصبر واصبر واصبر ولن يأتيك الفرج. ليش؟ لأنك أنت بتظن، والحقيقة إنك تحت العقاب، أنت لست تحت البلاء. يعني ما بنفع إنك أنت تبقى على ما أنت عليه وتظن إنك تحت البلاء. فإذا كنت تظن إن شاء الله إنه بيأتيك الفرج، ولكن ده بين لك الحقيقة المرة التي هي أزبط لك وأصح إنك تفهمها، أصح إنك تفهم إنك تحت العقاب. أنا حجيت وأنا كنت أصلي كل صلواتي ما شاء الله أغلبها 90% منها في وقتها، ويعني ما أفوت صلاة، ما كانت تفوتني ولا صلاة في حياتي فاتتني، لن تفوتني صلاة إنه يعني خلاص راحت هذه الصلاة وأنا أعيدها، لا بالسنة ولا بالفرض، لن يفوتني ولا يوم صيام. وإذا كان يعني كان بسبب مرض قضيته، فالحمد لله رب العالمين، لكني تقلبت بتجارات من مكان لمكان من مكان لمكان. أنا أظن إني كما تظن إنك تحت البلاء، والله يزيد بالعقاب. أو إذا بدك تحب تسمع كلمة بلاء، والله يزيد بالبلاء. إذا بتسمي العقاب بلاء سمي شو بدك، لكن البلاء هو رفعة، ويعني للناس الذين يعرفوا الله، يعني بخافوا الله بكل صغيرة، وتابوا من ذنوب من حياتك هذه التي تعيشها بدك تتوب منها، لأنها مش صح، غلط، لا ترتقي. كيف 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 بيتك مبني على الإسلام ولا مبني على الحياة العادية هكذا؟ عنا عرس أو فرح بالتبهرج تبعه وبالغناء والطرب هكذا، كيف أنت والغيبة والنميمة؟ جلسة يجلسها من والله ده فهمك شي واحد. الذين عابوا علي، هذا اني الله غفور رحيم، صح؟ لمين إيه سقرت الآيات؟ لمين الله غفور رحيم؟ لله أرحم. يعني عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في غزوة وجاءت امرأة تبحث عن ولدها، ونظر الرسول عليه السلام وقال عندما وجدت ابنها وضمته إليها وقالت: لله أرحم بكم من أمهاتكم، من هذه الأمة بولدها. انتبت مش مصر. كيف بدك تعرف حالك؟ جلسة كاملة لم يذكر الله فيها إلا الجدال عن موضوع إني كلاتها قالوا قيلوا غيبون مني. جلسة كاملة يعني أكثر من ساعة ونص كلها كلام فلان وفلان وفلان وأمي وأبوي فلان وعلان وعلان وهذا وذاك وهكذا، ثم بالآخر الله غفور رحيم. جميل، الله غفور رحيم. إذا أنت يوما ما قبل أن يقبض روحك الله قررت أنك تنتهي، لأنه في حقوق للعباد عليك في هذه الأمور، أنا ناصح لك أمين. إحنا بدنا نرتقي في هذه الأمة، كيف نرتقي بهذه الأمة وأنا بسب عليك وبشتمك؟ كيف بدك؟ يعني واحد بيقول لي اشتغلت لفلان. احنا هنا في الداخل الفلسطيني طبعا معروف شو هو الداخل الفلسطيني. لما واحد بيقول لي الشغل مع اليهود بالاجر احسن منا، احنا يعني احنا المسلمين بنقرط. شو يعني بنقرط؟ لا نوفي اللي اشتغل شغله، فنأخذ يعني اتفقنا على $1,000 بيعطيك $900 خلاص بكفيك، لكن اليهودي بيتمم لك فلوسك كلها تتفق فبيعطيك، وأنا مش راضي إنك أنت تأخذ مني هذا الفلوس، مش راضي. كيف إن أنا اتفقت معك على $1,000 ليش تعطيني $900 خلاص بكفيك؟ طيب هذا من يدفع ثمنه؟
مش هذا الله بده مغص عليك عيشتك. طب انت اخذت لي حقي، او لربما اشتغلت عندك ولم تعطيني حقي، لم تعطيني حقي خلص. طب هذا الله بدوش يحاسبك عليه؟ يعني هل انت بتسامحني حتى يسامحني الله؟ اذا انت سامحتني مش بقولوا استسمحوا، يعني سامحوا اخوكم الذي توفى، سامحوا يا اخي سامحني. مش لما بدك تروح على الحج بدك تستسمح الناس مثلا وتقول سامحني يا اخي، ذا لك علي حق سامحني. فلا يسامح الله حق، لا واحد له عليك حق. الله لا يسامح، انا اشتغلت عندك، الله لا يسامحني. الله يسامحني اذا انا اخرت صلاه واخرت صيام واخرت زكاه ولم ازكي ولم احج ولم لم لم، هذا شيء بيني وبين الله. لكنك انت انا اشتغلت عندك شهر كامل واخذت لي حقي وما اعطيت نيته. انا زوجتك ابنتي وانت كل يوم يعني ضرب وبهدلت لابنتي، من الله يسامحني ليه؟ هذا يوم القيامه بدك تقف، هذا ينكد عيشتك عليك. طيب كيف؟ انظر الى حالك واقعك، أولادك راضين عنك، أنت راضي عن نفسك، أنت مرتاح، ولا أنت تغطي على هذا الحال الرديء برحلة بقميص جميل بالشغل، تلهي نفسك تطلع على الشغل، لكن عندما تعود إلى البيت فهو جهنم. ابنك ساخط عليك وأنت ساخط على ابنك، أنت مش راضي ولا راضي عن زوجك ولا زوجك راضي عنك. كيف إحنا نرضى؟ ما في حدا راضي على حدا، كيف يعني؟ وبالآخر منقول إن الله غفور رحيم. نعم الله غفور رحيم، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. شوف ربنا شو بيقول في آية في سورة هود، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. أي استغفار وأي عمل بدون توبة؟ شو يعني التوبة؟ انتهينا، وقفنا يا ربي عن الغيبة، وقفنا عن السرقة، وقفنا أن نأكل حقوق الناس، وقفنا إن نضرب الناس بالظلم، وقفنا إن نطعن في الناس بدون علم ونطعن حتى بكل معنى الكلمة، وقفنا انتهينا. هذا بيغفره الله. لكنك إذا بتظن أنت عمال تعمل كل هذه الأعمال، هنا أنا قلت إذا بتظن أنك عمال يعني بشتغل عندك تأخذ مني فلوسي، يعني الشغل عند الأجانب أفضل من الشغل عند المسلم، عند العربي، عربي مسلم، احنا اصبحنا عرب، 60% الاسلام بريء من اعمالنا كلها، 80% بريء الاسلام من اعمالنا. ما امرنا الله بشيء من هذا، اني انا اشغلك عندي وما اعطيكش اجرك، اغتابك في ظهرك، اضحك في وجهك وملون في 100 لون، ابين اني انصحك وانا اغدر بك وهكذا. و فانتبه على نفسك، شوف حالك كيف أوضاعك أنت مع الله. الله غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، الله غفار وسيحقق له المغفرة التي في سورة نوح، فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم بدرارة ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، إن ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا. نعم، فهنا وإني غفار لمن تاب، وانا كمان واني غفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالمغفره هي انك تطلب المغفره مع التوبه، ما خلصنا يا ربي خلص، انا فهمت انه الغيبه والنميمه، فهمت انه عرس ابني هيك بهاي الطريقه اللي فيه طرب وغناء وخلط واختلاط، هذا مش مزبوط، مش لازم يكون هيك، هذا يغضبك وانت ستحاسبني على هذا الامر. احنا بدنا نصل للحل. شو هو الحل؟ اني انا غير حالي وواقعي، وهي الام التي في ذيل الامم. فانا عندما انت بتطبطب لي وبتقول لي انت تحت البلاء اصبر حتى يتغير حالك، انا صبرت 40 سنة، ولكن عندما الله اغلق كل شيء عرفت اني تحت العقاب، غيرت وضعيتي واقبلت على الله بقوة، فغير الله حالي وقضى عني ديني، وانا اليوم انا عم بنعيم ما شاء الله تبارك الله. الحمد لله رب العالمين، أنعم بنعيم راحة بال، أشغال قليلة، أكثر فترة كنت مرتاح ماديا معنويا نفسيا هذه هي الفترة، مبسوط بفضل الله. ولكن عندما تخوض بفلان وفلان وتبحث عن رزقك عند فلان وفلان، تبحث يعني تظن أنه أكل رزقك وبتوكل رزقي وبتعطينيش أجري وكل هذه الأمور، فأنت مسكين
انت مسكين. عشان هيك انا كتبت بوست وسألحق البوست كمان مرة عشان ابين اي بوست انا تكلمت عنه، اني من كان يظن انه تحت البلاء فلينتظر فليصبر حتى يأتي الفرج ولن يأتيه الفرج. ليش ما بيأتيش الفرج؟ الفرج بيأتي للي عرف انه تحت العقاب، فلازم الاستغفار وتاب من الذنب، ولازم الاستغفار اتبع السيئة حسنة باكثاره، لانه عنده جبل من السيئات، كما عنده يوم القيامة المفلس. عشان المشايخ والإخوة المتعلمين ولا بيقولوا من أين لك هذا، بيقول لك حديث المفلس الذي يأتي بكثير كجبالتها من الصدقة والصلاة والصيام ولا كل هذه، ثم بالآخر يفلس ويطرح والعياذ بالله من جهنم في جهنم بسبب إساءته للناس وأكل حقوقهم. أنت بين خيارين، يعني كالذي يعني في فقير المادي الكسلان وفقير الله ابتلاه، يعني ما اظنش انه في فقير في فقير ما في فقير ذاك تعمل، في فقير كانت زمان فقراء، اليوم حتى الدول بتمول وبتعطي، لكنك انت ابحث عن ذنوبك، انت ابحث عن ذنوبك. ليش يا اخي انا بسند كل كلامي على حياتي الواقعية وعلى آيات صريحة في كتاب الله. أنت إذا كنت فقير وراضي ولا أنت ببالك ولا ببالك أي شيء، أنت مبسوط وقائم في أعمالك وما شاء الله تبارك الرحمن، هذا لك. لكن الله إذا كان هذا مضايقك فأنت تحت العذاب. ليه؟ لأن المولى عز وجل بيقول ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم يستغفرون. لكن هل هي الاستغفار فقط أستغفر الله أستغفر الله وأنا لازلت أكل حق فلان، أو فلان فلوسه بجيبتي وهو مثلا هو فلوسي بجيبتي وهو يعني انتظر مثلا، هل هذا يعني يجوز هيك انك انت تعمل وبالاخر تقول انا تحت العقاب؟ عليك ان تنتهي، وعليك ان تعامل معاملة حسنة مع الناس، وعليك انك انت تستسمح اذا لا تستطيع، يعني تستسمح يعني بما تستطيع انه يعني تستسمح. يعني أبو أحمد إلك علي فلوس أنا لازم أسدك الفلوس هاي، ما في إسا إن شاء الله شهر شهرين ست أشهر سبعة أشهر وإنت إن شاء الله بتيسروا إلك في رقبتي إن شاء الله رجع لك إياه، بس مش بعدين أشوفك راكب سيارة جديدة وإنت ما رجعت ليش فلوسي، مش أشوفك بأوروبا طالع رحلة بالآخر إنت ما رجعت ليش فلوسي، مفهوم؟ مش بالآخر أنا مثلا مساوي عرس لابني فرح من عمل مثله وانت فلوسي بعدها فلوسك بعدها بجيبتي وتقول الوضع، لا الوضع يكون هيك وأسوأ من هيك، وبعد ما ينتهي الفرح سترى يعني من النكد، نعم لن يرضيك الله، وهذه مش مغفرة. الله يغفر لمن تاب. شو يعني تاب؟ أقلع عن الذنب وانتهى من الذنب وخلص، عرف انه الذنب كان سبب الطمة الكبرى. نعم إن أحدكم لا يحرم الرزق في ذنب يصيبه فأنت بهذا الذنب قد تحرم الضحكة، قد تحرم الصحة، قد تحرم المال، قد تحرم الزواج. الرزق هو كل شيء تملكه من علم من فهم من ثقافة، كل شيء هو رزق من عند الله. بصرك رزق، مالك رزق، أولادك رزق، زواجك رزق، سيارتك رزق، فكل شيء تحرم الرزق وبتبقى قليل شحيح ما فيش معك أنت، لأنك أنت إنسان ظالم، ظلمت الناس، أكلت حقوقها، لا تريد ترد الحقوق، ولربما غيبي ونميمي وسب وظن عاطل وكلام، والنميمي انك تنقل كلامي لفلان اساس انك تضرب بيننا تفرق بيننا، والغيبي انك تتكلم عن فلان ما قال يعني كل كلامه هذا عمل عرس كذا وبذخ كذا وانت ما لا لك ما لكش علاقه فيه. فالله يحاربنا بكل هذه الذنوب. فالله نعم غفار رحيم، أرحم من هذه الأم بولدها للي تاب للي خلص يعني بدأ صفحة جديدة، الله بده يقبل. أنا ما بقبلش أبدأ معك صفحة جديدة، أنا لا أقبل، أنا إلي عليك دين $1000 اعطيني فلوسي،
أنت تكلمت علي أنا ما بقبل أن أدلقيك يوم القيامة، لربما أقبل إني أسامحك بالكلام الذي تكلمت علي، لكنك إن صلطت الدنيا علي مثلا، أنت شخص وأنا شخص نتكلم على بعضنا، أنا مش رايح أسامحك. كم من واحد قال لك أنا مش مسامحك إلى يوم القيامة؟ لكن الله بيسامح إذا تبنى. وهي الغيبة والنميمة وأكل الحقوق والتخطيط ومستمر بالربا ومستمر في اللي انت فيه ومستمر في القروض وبدأ طلع قرض وشجدد السيارة، الله أرحم منك، الله غفور رحيم، الله بأغفر أرحم لك. طيب مليح، الله غفور رحيم، بس حط شرط ربنا، الله حط شرط، إذا تبت ما لم تغرغر. إذا تبت شو يعني تبت؟ أقلعت خلاص يا ربي أنا آمنت إنك أنت هذا الذي تريده، أستغفر الله وتوب إليه، توب، أستغفرك ربي وتوب إليك، توب، انتهي يعني خلصنا. فما حدا يعيب علي الكلام الذي إذا كانوا ما فهموش، أنا نزلت كلام في البوست العريض، في البوست العريض على الفيسبوك ما بيستوعب كلام أكثر، فنزلت بوستين اثنين وراء بعض، بوست بيقول إذا وإذا يعني إن كنت تظن إنك تحت البلاء فانتظر الفرج واصبر حتى يأتيك الفرج ولن يأتيك، ثم أتبعته في بوست ثاني أما إن كنت تظن إنك تحت العقاب يعني انتهي عن الذنوب التي تتفلت منها ثم ألزم الاستغفار حتى يغير الله حالك. هيك بس البوست العريض ما بزبطش فيه وحبيت إنه يظهر، فالناس علقت على نصف الآية وكأنه نصف الآية لا تقربوا الصلاة، وكأن لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فأخذوا لا تقربوا الصلاة، لكنهم بوستات وراء بعض مباشرة. معلش جميل إنك تعرف إنك أنت تحت العقاب عشان تحل المشكلة، مفهوم؟ يعني عندما تذهب إلى الطبيب وبتقول له صدري بيجوعني، بقول لك مدخن، بقول لك بتقول له نعم، فبقول لك عليك أن تنتهي من التدخين لأنه سبب المشكلة. الآن طبيب رفع يديه، طبيب شخصك وقال لك المشكلة هو التدخين هذا الذي يسبب عندك ضائقة في الريات ولا تستطيع أن تتنفس، فلك الحكم، يا إما تقلع وتنعم ويا إما تبقى وبسقيم ووجع ومش قادر تتنفس وهكذا، يا إما بتظلك في ذنوبك وتظن إن الله سيغفر لك هذه الذنوب وأنت لازلت تتقلب في هذا العقاب من المنع وقلة الحيل والحياة ضنك وأولادك مسلطين عليك وأمورك مسلطة وأمورك معسرة، يا إما إنك أنت بتعرف عن جد أنا عن جد كنت أسيء مش عارف أن هذه الإساءة الله بيحاسبني عليها، فتتوب من هذا الذنب وتلزم الاستغفار حتى يغفر الله لك وسيغفر الله لك وسيغير الله حالك، لأنه هذه وعود من الله في سورة نوح، وعود أنت المال والرزق والأولاد والفلوس موجود في هذه، والقوة والحكمة والعلم كله في هذه الآية، فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. شو قال بني لبني إسرائيل؟ وامددناكم بأموال وبنين، المال والبنين هي القوة هي العلم هو كل شيء، والمال هو الفلوس والفلوس هو قوة، نعم، وامددناكم بأموال وبنين، نعم، وقلت استغفر ربكم إنه كان غفار السماء عليكم إدرارا ومددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا هو الجمال عندما تتوب، لكن تبقى تظن إنك تحت البلاء، أنا عملي شيء علاقة فيك، والله إني يعني حبيت إني أنصح هذه الأمة وأبرأ إلى الله من إني يعني قال لي ما يصيبني كالذي صاب بني إسرائيل والعياذ بالله عندما قالوا لما تعيدون قوما الله مهلكهم أو معذب عذابا أليما، قال معذرة إلى الله، فأنا أعتذر إلى الله إني بلغت إنها الذنوب التي تحول بينك وبين رغد الحياة التي قال عنها في سورة هود، ويا قوم استغفر ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، نعم. وهنا الحمد لله رب العالمين، فأكون من الذين قال عنهم الله عز وجل لتأمرن بالمعروف لتنهن عن المنكر، فأنا أمر بالمعروف عشان الله يستجيب لدعائي، وكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، نأمر إنك تتوب من هذا الذنب وتلزم الاستغفار وتقبل على الله بكلك وتنتظر الفرج، عندها سيأتي الفرج سيأتي الرفعة للأمة كلها. بارك الله فيكم جزاكم الله خير، نعم، المغفرة والاستغفار لمن تاب.
المغفرة والاستغفار لمن تاب. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من وجد من استغفاره شيء فهذا الدال على الخير كفاعله، هذا يدعم قولي وكلامي عشان الناس الجديدة التي تدخل كل يوم، يدخل على القناة لربما 200 220 250 واحد، فيسأل أسئلة فأنت جوابك بيكون شافي له والآخر، ومن وجد من سورة البقرة وهكذا. ومن عنده يعني في 550 فيديو تكلمنا فيه عن كل شيء بيتعلق بالاستغفار بحياتك اليومية وبهمومك وبكل الضغوطات مع سورة البقرة مع كل هذا، عد إليها اسمح يا أخي، ستجد في كل فيديو فيه نصيحة واعمل بها، وإنها الذنوب هي الطامة الكبرى. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.